السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. رح أجن حجاز تحية الإسلام السا رح أجني درس شاويت لنا مثلا ساعات يعني فهمنا الشاويت أكثر، فإن شني نخص باش أنعمم كامل باش أيث مثلا أوك أسلن متن تثلا وذي شهر رمضان. رمضان ضنبرش في اللون ورب ذي قبل فلانا في اللون وشنيني. السلام عليكم. راح متها النثلة ذي شهر رمضان، راح النثلة متى الأخلاق النش الخدمة النش الصفات النش متى اللان ذي شهر رمضان. خطر الرسول صلى الله عليه وسلم متى يقار يقار شمي الله زومض وتوثري ذهو ثلاث ذو حليش وخدمة الخدمة ذو حليش قارك ودي تيليش أما السمنة الزومد أما السمنة الزومد شها. فلا يكون يوم صومك كيوم فطرك. أها اسم الصيام هذي لي يغيرش هذي لي بان باللي شهر رمضان هذي غيره مسال ذيه. فمليح الإنسان ذي قيل سنس هذي قارة دي الري ذي العسل ربي أول إقحلى. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ فإذا صمت فليصم سمعك وليصم بصرك. خاطرش ماهوش أني نهزوم الماشي دو تتزج هسي وسج الأمور تقدش والباقي يلسنك يتوثلا يمجر أني يتوي دا زيزاي يتوي داك قرن. فهذا مشر أسكامل القيل والقال واتقع الذوق منشر هشكه تشيل ربي سبحانه يقر يأكل يعني سبحان الله لحم أخيه ميتا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. شكي تجي الحلال يقول لنا الماشل تسسي حلال طيب. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. بالصح أشكت تذي الحرام ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. أخي المرض الرسول صلى الله عليه وسلم سن زومر بصح زومن في الماكل تسي وين هدا من شر أس كامل. فلانة هي أما فلانة هي أما فلانة ما وقدش فلانة كذا فلان بدان تحسب ذي قوذان وتركي الحساب يا ربي سبحانه. متى سينا الرسول صلى الله عليه وسلم صامت عن الحلال وأكلت الحرام. الناس زومن في الحلال الماشي السي تشين الحرام تشينها قديت نومسا. فحب هذا ويت قال ربي سبحانه وبعد يلسيت إياس جدار صلب يغمس يرنس جدار سيترابي شفتين ومع ذلك الساعات وديك القرار. فمليح الإنسان يلسنس أي حفظ زي حتى الصالحين قريناس نحفظ صيامنا فحفظ صيام إنسان فلا يقعنا في أعراض الناس لا بالغيبة ولا بالنميمة ولا بالقذف ولا بالشتم ولا بالسب وهكذا. رمضان بندم يتقلقش الغضب من الشيطان. الغضب جمرة ترش الشيطان والشيطان ينفخها ما فيك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم دتي لي القد ما اللي ذهب القيم خاطر قدر الله تقل وما قيم ذو العاد تكا وما إلا يا روح اتوضا هرش ذين باش تخسي. نعم فالغضب يجر ويلاتي توي ضربي الحوايج وذي حلاش بصح بنادم دازو حتى والو يتسقلق يقارك فإن سابه أحد أو قاتله حقا من في هذه السري العبادة نستي فليقول إني امرؤ أذيني أنش زوما. إذا انت يبع والسعد إنك السعد إنك النبي صلى الله عليه وسلم يقارك من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. عدد صوم ظنيني رمضان إنك أثر صوم ظنيني الصح سقول النش وتقذ أي حاجة من المعاصي
والتلهيذ هي رب العالمين، وذي لي غيرش أسغون النجح بالموصول بربي سبحانه بالطاعات سل العبادات سل القربات سل حاجتك هالشي ينفع ذوق قبورنك وشي ينفع غير ربي سبحانه سعدنك. من قام رمضان بقيضة الزل مليح ما شاء الله، خصوصا يعني رمضانين شني متنهنا نهنا ربي يبارك بشهادة ودن الجوامع تشور، هذه حالة صحية، هاي حلا هذه حالة في المجتمع صحية، الناس يودان رجلين غربية رب العالمين، هذا هو الملجأ الآمين. يعني أدى تقول البناد ما تذكر وذا روح الجامع وثافذي قرر القرآن وثافذي ذكر ربي وثافذي استغفر ربي، بسم الله ما شاء الله مليح. فجميل أنه الإنسان ديرنا دي يكمل التراويح النس من قام مع الإمام حتى ينصرف ما كتب له قيام ليلة، يوسع ذني شكيش برب العالمين قيام ليلة. إذا انت جيت يخص غذكر غيث ما في 5 دقائق أو 6 دقائق. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.